الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الأخطاء والعثرات التي يقع فيها الطلاب وهي كبيرة المبالغة في تكبير المتن الذي يحفظه، المبالغة في حفظ المتون الكبيرة. إذ يحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم، نعم، لكن هل حاجبتك تعينك على ذلك؟ الجواب لا، لكن سمعت أو شاف دورة علمية ويروح يحفظ إدر براسة مع المسلم. لا، أنت لابد أنك تقيس نفسك، أنت هل عندك قدرة على هذا الأمر ولا ما عندك قدرة؟ لأنني أوصي بالمتون الصغيرة، لما؟ لسرعة إنجازها، هذا واحد. والشيء الثاني، لأنك الآن شاف ما بعد جاءت زوجة تشغلك ولا أولاد يشغلونك في ليل ونهار، ولا بعد كثرة سوالفك. فلو كان المتن كبيرا فإنك لا تطلب من هذا المتن أن يستمر في قلبك طيلة هذه المدة مع كثرة السوالف، ولكن كلما كان المتن صغيرا كلما كان وقت إنهائه يسيرا بسيطا. فبعض الناس في وقت الطلب معنا حفظوا ألفيات، لكن الآن نسألهم عنها ما قد، لكن من حفظ البيقونية إلى الآن هما، لأن في طلعة يجيب حليب نودل للناس خلص، في طلعة يروح البقالة ويعود خلص، في جاية للمسجد ويعود خلص. نخبة الفكر منظومة الشيخ ابن سعدي، مع أنه نأكل ألفيات في المصطلح وألفيات في الفقه. أقبل الناس بعض طلبة العلم عليه، فلما كثرت الشواغل وجاءت الصوارف ما عاد لقى وقت إيش يراجع فيه. ولذلك أنا أنصحك ألا تحفظ شيئا كثيرا من الحديث، وإنما تكتب بواحد بثلاثة كتب. خذ ما شئت منها، الأربعين النووية ومع عمدة، طبعا الأربعين النووية هذا أصل، لكن عمدة الأحكام وبلوغ المرء هذه عمدة عظيمة لطالب العلم. عمدة الأحكام 430 حديث، تستطيع أن تراجعها بعد صلاة الفجر إلى قبيل دخول الخطيب، إلى قبيل دخول الخطيب أو للساعة 11 تنهي المتن كله، ثم اشتغل بما شئت في وقت الأسبوع. المتن بسيط وصغير ومركز ومراجعته سهلة، مراجعته سهلة. إذن من العثرات التي يقع فيها الطلاب عدم ربط الحماس في ابتداء الطلب والإقبال على تلك الألفيات الكبيرة والمتون الواسعة التي لا يستطيع فيما بعد إذا كثرت صوالفه وتعددت أشغاله إنه يراجعها. فلذلك اختصروا يا طلبة العلم على أنفسكم بالمتون، بالمتون الصغيرة، بالزبد الصغيرة في الحديث، بالزبد الصغيرة في المصطلح، بالزبد الصغيرة في قواعد التفسير. لا تبرح حتى وإن يعني كان معك وقت في البداية، فربما يضيق عليك الوقت في النهاية.